السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للإخوة والأخوات في كل مكان في كل زمان، والأصدقاء والأحباب في كل زمان في كل مكان. يعني أتمنى لكم يكون أيامكم سعيدة وهانئة ومطمئنة وفيها أمن ورخاء وسلام لكم جميعا. اليوم زي ما احنا شايفين من اسم المحاضرة إنها مهمة جدا بالنسبة للعمل الخيري في العالم العربي والعالم الإسلامي والعالم كله، اليوم باللغة العربية وغدا إن شاء الله باللغة الإنجليزية، وهي من يحاسب الأمناء؟ طبعا الأسئلة اللي جات لي كثيرة من بعض الشباب المتحمسين المتطوعين والعاملين في العمل الخيري والعمل الإنساني والعمل الاجتماعي في أماكن مختلفة، فجمعتها بالتعاون معهم. إذا كان مش كاتب أسماء كثيرة جدا من اللي جات لي منهم الأسئلة، لكن الوحيد اللي كان ساعدني في العمل الإخراج الفني كان هو علي الشوة زي ما احنا عارفين في كل مرة. فاليوم تصبروا معي لأنهم 11 نقطة، 11 نقطة هنتكلم فيها مع بعض على إد الأمناء ودور الأمناء إلى آخره. الصراحة 11 نقطة بتلخصوا في المقدمة، وما هي الأمانة؟ الأمانة في الولاية، الأمانة في الأخلاق، الأمانة في عدم الخيانة إلى آخره. من هم أمناء المؤسسات الخيرية؟ من هم التنفيذيين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية؟ وما علاقة التنفيذيين والأمناء داخل الجمعيات؟ ودور الأمناء في الجمعيات الخيرية والمؤسسات؟ وكذلك خصائص الأمناء في الجمعيات الخيرية والمؤسسات؟ وأين توجد المشكلة اللي إحنا بنتكلم عنها؟ وما هي المشاكل التي نواجهها حاليا داخل المجالس العليا وخاصة مجالس الأمناء؟ ثم من يحاسب الأمناء؟ ثم ما هو الحل؟ 11 نقطة مهم جدا إننا نصبر مع بعض علشان ننقل الخبرات اللي انا اتعلمتها من الشباب كامثالكم اللي اتتني، والخبرات اللي اتعلمتها فبحاول ان انا انقلها لكم. نبدا على بركه الله. الصوره دي طبعا ممكن كل واحد فيكم، انا في الصوره اللي مش شايفين الصوره في الفيسبوك، هي صوره لترامب وصوره لبايدن وصوره لبيت الحكمه في بغداد. اللي عايز يتابع الشرائح يخش على الزوم ويشوف العرض بتاع الشرائح. طبعا نرجع مره اخرى نقول احنا بنهنئ العرس الديمقراطي اللي حصل في امريكا واللي استمر لمده شهور واسابيع في شفافيه عاليه جدا جدا جدا. شارك في هذا العرس الديمقراطي حوالي 150 مليون، 150 مليون يعني قرابه نصف العالم العربي شارك في العرس الديمقراطي ده، اللي هو 150 مليون نسمه او مواطن امريكا، يعني حوالي 45% من نسبة الشعب الأمريكي اللي موجود هناك. ليه؟ لأن هم المواطنين الأمريكيين بيحاولوا يعينوا أو ينتخبوا من سيكون أميناً على مقدرات الوطن وعلى حماية الوطن وعلى رؤية الوطن وعلى مؤسسات الوطن، فهي أمانة، أمانة بيكلفها المجتمع بيحملها المجتمع الأمريكي لإما جو بايدن أو ترامب. وطبعاً زي ما احنا عارفين النتائج ان هي كانت في صالح الرئيس جو بايدن الان. طب ايش دخل بيت الحكمه في بغداد؟ وايش دخل هارون الرشيد في بغداد الى اخره؟ طبعا انا في العشر ايام اللي فاتت كنت يعني عنيه كنت رافض ان انا اتابع المتابعه اليوميه اللصيقه لحركه التصويت وحركه الانتخابات. ليه؟ لأنها تشغلني عما أريد أن أقوم به أنا كمهمة لي شخصيا، ودي للمرة الثانية في حياتي تواجهني مشكلة كهذه. أنا في عام 1991 كنت أنا ساقط في رسالة الدكتوراه، بحاول إن أنا أكتبها مرة أخرى عشان أقدمها، وحصل اللي الحرب في العراق، وكان سي إن إن أول مرة تطلع حاجة إيه على الهواء مباشرة. كنت انا وزميل ليا كان هو بيعمل الدكتوراه في البكتيريولوجي البكتيريا، وانا بعمل دكتوراه في الباثولوجي، وهو انشغل بالسي ان ان ونسي تماما الرساله بتاعته. انا ما نسيتش، انا كنت باجي كل يوم الساعه 11 12 بالليل او واحده صباحا، ارجع بالليل واتفرج على ملخص الانباء وبعدين اتفرج عليه وانام، واروح تاني يوم للجامعه. كنت انا محدد المهمه بتاعتي. هنا انا وجدت ان اغلب اللي كان كل المحطات العربيه كانت منشغله انشغال غير عادي بالانتخابات في امريكا، ونسيت قضايا كتيره جدا، نسيت
نسيت. انا ما عندي مشكله ان الانتخابات هي تعتبر شيء حدث كبير جدا وحدث عظيم ودوله قويه ودوله عظيمه اخذ اربعه، لكن انا ما انساش الملفات الاخرى اللي همشت وغيبت عن الساحه دي. فلذلك انا في الفتره دي بالذات عنيه في الفتره دي بالذات عملت ايه؟ ان انا ركزت في اللي انا كنت عايز اعمله. دي رساله للشباب انك تركز في مهمتك انت عايز تنجزها، وفي نفس الوقت وانت بتركز فيها تحاول انك تشغل نفسك بشيء اخر. اشغلت نفسي بالصوره الثالثه اللي موجوده قدامكم، اللي هي صوره بيت الحكمه اللي انشاه هارون الرشيد في بغداد في ايام اثناء خلافته، اللي هو كان مركز للعلوم والمعرفه، سواء علوم ثقافيه او علوم معرفيه او علوم طبيه او علوم تطبيقيه تكنولوجيه ادبيه فنيه ثقافيه، كل الحاجات دي كلها. ليه انا انشغلت بمشاهده هارون الرشيد في الوقت ده؟ علشان اسلي نفسي في وقت الصراع ما بين الكبار اللي قد ممكن يشغلني عن رسالتي الاساسيه، وفي نفس الوقت عشان اتعلم جزء من التاريخ. بعض الناس هيجي يقول لك طب انت هتتعلم التاريخ من اللي هو التمثيليات اللي موجوده سواء كانت مصريه او عراقيه او خليجيه الى اخره. لا، يعني 40 ل 50% من هذه التمثيليات المعلومه فيها بتكون صادقه، وال 40 ل 50% 50% الثانيه بتكون دراما والحبكه الدراميه. لكن هذا الرجل راح مطلع عليه ظلم في التاريخ، ظلم ووصف بانه يعني زير للنساء، ووصف انه يشرب، ووصف انه مسرف الى اخره، ولم ينصفه التاريخ انه كان يصلي كل يوم 100 ركعه، وفي نفس الوقت كان يحج كل عام والتاني، وكان يتصدق، وكان يغدق على الناس الفقراء والمساكين، وعمل نهضه علميه غير عاديه في المنطقه. بس انا قلت الرساله دي للشباب، لان ان اردت ان تكون رائدا وقائدا فعليك ان تقود الركب، وان اردت ان تقود الركب فعليك ان تجعل من حولك ومن بعدك يسيرون من خلفك، وتسير انت كأمعة خلف الاخرين. بس ده المقدمه بالنسبه لنا. وطبعا نتمنى ان العرس الديمقراطي اللي حصل في امريكا ده يحدث في اي دوله عربيه او في كل الدول العربيه او في العالم كله، طبعا بيحدث في بعض الدول وللاسف هي الدول الاوروبيه وليس دول عربيه او اسلاميه. نخش بقى لايه؟ للمحاضره بتاعتنا او الكلمه بتاعتنا اليوم. المقدمه، المقدمه دي ارسلها لي احد الشباب اللي هو اخونا جمال، الشاب اسمه شاب جميل جمال ترك، كان بيشتغل في كثير من المؤسسات الخيريه في بريطانيا، وقال فيها ايه؟ قال لك في اغلب الاحيان يعطى الامناء الصلاحيه المطلقه. ما فيش حاجه اسمها صلاحيه مطلقه ابدا 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 ابدا. حتى الانبياء كانوا بيتابعوا وبيسالوا وبيسالوا من ذويهم. في اغلب الاحيان يعطى الامناء الصلاحيه المطلقه فيتصرفون بالمؤسسه ككاس كملك خاص لهم، كملك. والمؤسسه، المؤسسه مهما كانت، المؤسسه هي ملك المجتمع وملك الفقير وملك الارمله وملك اليتيم الى اخره الى اخره. في اغلب الاحيان يعطى الامناء الصلاحيه المطلقه فيتصرفون بالمؤسسه كملك خاص لهم، فهم فوق الشبهه وفوق الحساب وفوق القانون. ده بيعرض مسؤوليه كبيره جدا علينا كمجتمع، لا كيف نحاسب الامناء في داخل هذه المؤسسات؟ دي نمره واحد. فبيستفسر هو اخونا جمال، بيقول لكم ايه؟ بيقول ان احنا ليه ما نحاسبهمش زي الجمعيات العموميه للشركات الخاصه والمؤسسات الاقتصاديه والاستثماريه الكبرى اللي بتطلع تعقد الجمعيه العموميه فيحاسب الهيكل الاداري داخلها. هذا ليس في كل الجمعيات الخيريه اللي موجوده في العالم. اغلب الجمعيات الخيريه اللي موجوده في العالم الخيريه هي بتدار بمجلس امناء، قليل منها الذي يدار بمجلس اداره، ومن خلال مجلس اداره بيكون في مجلس اداري، سوري، بتدار من خلال جمعيه عموميه، ومن خلال جمعيه عموميه بيكون في مجلس اداره، ومن خلال مجلس اداره بيكون في مجلس تنفيذي. فدي من اقوال بعض الشباب اللي جات لي، وانا في تصرف ذكرت اسمه لكم، لان اغلب الكلام اللي بيجي لي ما هوش كلامي انا، يعني هي اقتراحات من الشباب. كان بس نرجع الايه النصاب الى اهلي. في بعض التعريفات للامانه، احنا نتذكر الحديث الشريف، الحوار اللي حصل ما بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ابي ذر الغفاري. ابي ذر الغفاري كان احد اول 10 اسلموا في الصدر الاول من الاسلام في مكه، ورجع بعد ان قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع لقبيلتك مره اخرى، ورجع بعد ان هاجر المسلمين للمدينه واتى بقبيلتين غفار واسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمته المشهوره في ابي ذر، غفار غفر الله لنا لها واسلم سالمها الله. ابو ذر كان بيحس ان هو رجل ثوري، رجل اشتراكي، رجل
مجتمعي كما يسميه بعض المؤرخين. فبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الا تجعلني، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا تستعملني، يعني عيني بقى، اعملني والي، اعمل لي امير، اعمل لي مسؤول، اعمل لي كذا، اعمل لي كذا، اعمل لي كذا في احد المدن بعد الايه الفتوحات ما بدات تفتح او الى اخره. فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بيده على منكبي، يعني على رجليه كده، وقال له: يا ابا ذر، انك ضعيف، انك ضعيف، مش ضعيف يعني في البنيه، لا ابدا، ضعيف في القدره على اداره المجتمعات، ضعيف في القدره على. وده هو بيكلم مين؟ بيتكلم في احد العشره الاوائل الذين ايه اسلموا في صدر الدعوه الاسلاميه في مكه. فضرب بيده على منكبيه ثم قال: يا ابا ذر، انك ضعيف، وانها امانه، وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها، يعني من كان قادر على حمل مثل هذه الامانه وادى الذي عليه فيها. يعني ده كانت نصيحه ابو ذر لاحد العشر، احد العشره الاول الذين اسلموا في صدر الدعوه الاولى. امر الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى امرنا بان نؤدي الامانه، يعني ايه؟ يعني نؤدي الامانه الى، يعني نوصل الامر الى اهله، نؤدي الامانه الى، يعني معناها ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى في سوره النساء 58 بيقول: ان الله يامركم ماذا؟ ان تؤدوا الامانات، يعني معناها انك تعطوا هذه الامانه لمن يستطيع، ومن يكون له، من يكون له او لها القدره على حملها، من يكون له او لا القدره. وده اللي حصل في العرس الامريكي الكبير اللي كان فيه صراع، يعني شبر بشبر وذراع بذراع وصوت بصوت ودقيقه بدقيقه وثانيه بثانيه ما بين الرئيس بايدن وبين ايه الرئيس دونالد ترامب. فده بالنسبه للامانه والحب، الامانه والحب. الامانه اخلاق كذلك، ربنا وصفها ووصف كافه الانبياء او كل ابو الافئده. ففي سوره الشعراء 107 من ابرز اخلاق المسلمين في سوره الشعراء، كان منهم سيدنا نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وكل واحد فيهم قال لقومه ايه؟ اني لكم رسول امين، انا رسول وفي نفس الوقت امين، انا مش كذاب، انا امين ومؤتمن على مجتمعكم، مؤتمن على اسراركم، مؤتمن على كل شيء. فدي كانت صفه من صفات الانبياء. وكذلك سيدنا موسى عليه السلام في سوره الدخان 18 قال لفرعون برضك: اني لكم رسول امين. وكذلك كانت هذه الصفه هي صفه المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل ان يوحى اليه وينزل عليه الوحي، وهو الامين 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 صلى الله عليه وسلم. ودي كانت الصفات بتاعت الامناء، بتاعت ايه؟ بتاعت الرسل والانبياء. الله، يبقى الامانه ليس فقط هي صفه لنا احنا في الجمعيات، لكنها كانت هي صفه من صفات الرسل والانبياء، وهي ايضا صفه من صفات الامناء الذين هم لامانتهم وعهدهم راعون. يعني المؤمنين، المؤمنين هي صفه، سوري، صفه من صفه المؤمنين. من هم المؤمنين؟ الذين هم لامانتهم وعهدهم راعون، ودي في سوره المؤمنين. يعني بنتكلم هي خلق للرسل والانبياء، وفي نفس الوقت هي خلق وصفه للمؤمنين من امثالكم في هذا العالم الكبير. ايه ضد الامانه اللي بنتكلم؟ خيانه، يعني أنت أمين وأنا خائن، خلاص. والخيانة تعد تأتي نتيجة ضعف الإيمان أو عدم الإيمان بالمجتمع على الإطلاق. أنا ليه بخون المجتمع؟ لأن أنا مش مؤمن بالدين، كافر بالمجتمع، كافر بالقيم، كافر بالأخلاقيات، كل الحاجات دي كلها. مش مهم إن أنا أكون مسلم أو غير مسلم، دي مالهاش دعوة بالموضوع. الموضوع إن أنا هذا المجتمع اللي أنا عايش فيه أنا أخونه إذا كنت أنا كافرا بمقدراتي، كافرا بأخلاقي، وكافرا بقيمي، وكافرا بنفسه، فلذلك أنا بخون. يعني هو إما لضعف الإيمان أو لعدم الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني اللي ملوش أمانة ما عندوش إيمان، ولا دين لمن لا عهد له، اللي ما عندوش عهد ما عندوش دين. شفتوا قد إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ده في الحديث اللي رواه الإمام أحمد والبيهقي، هو حديث صحيح: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. بل تضييع الأمانة يعتبر علامة من علامات النفاق. ثلاثة أو أربع علامة من علامات النفاق، هو أول حاجة إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، يخلف الوعد ويخون الأمانة ويكذب. وفي حديث آخر: وإذا خاصم فجر. وفي رواية أخرى: حتى وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. يعني كله بيصلي أو كلها بتصلي
وبتصوم وتدعي انها مسلمه، فده لا يعني انها امينه، فتعتبر الامانه تضييع الامانه هي علامه من علامات النفاق، وهي علامه من علامات خيانه المجتمعات، خيانه المجتمعات، خيانه المجتمعات. ايه العلاقه بين الامانه وعلامات الساعه، خاصه علامات الساعه الصغرى؟ احنا قلنا في اول حديث مع اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في ابو ذر رضي الله عنه، يا ابا ذر انك رجل ضعيف يعني غير قادر على حمل الامانه، خلاص، وانها امانه فانت غير قادر، يعني انت لا تصلح. نرجع هنا بقى العلاقه بين علامات الساعه الصغرى والامانه. وهي من علامات الساعه الصغرى هي ان يسند الامر الى غير اهله، ان يسند الامر الى غير اهله، وده معنى احنا شايفينه في اماكن كثيره 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 منذ عشرات السنين واكثر من ذلك، وخاصه في الاماكن التي تدعي انها مجتمعات اسلاميه او مجتمعات عربيه والعياذ بالله. ولما جاء في الحديث الذي اخرجه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس بيتكلم، النبي قاعد بيتكلم، قال له رجل اعرابي، قال له ايه الاعرابي ده؟ قال للرسول صلى الله عليه وسلم: متى الساعه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما ردش عليه، فبعض الجالسين قالوا هو اعرض عنه، والبعض الاخر قالوا يعني ان هو ما سمعوش، او البعض الاخر يعني قال ان هو يعني ايه يعني زي ما تقول ايه، وكان السؤال مش على هوى الرسول صلى الله عليه وسلم، كل قاعد يفسر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه لم يجب لهذا العرب. بعد ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتهى من الدرس بتاعه، كان بتاعه قال ايه: اين اراه السائل عن الساعه؟ يعني فين الراجل سالني عن الساعه ده؟ فقال له: انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه قول حكم وقول بليغ وقول فصل، قال له ايه؟ فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، إذا ضاعت الأمانة بيننا فانتظر الساعة. فالراجل طبعا ثاني وثالث، لأنه إن هو إلا وحي يوحى علمه وسائل القوة. قال له إيه؟ كيف إضاعة الأمانة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني توسيد الأمر إلى غير أهله هو علامة من علامات الساعة الكبرى، وإن كنت أنت حافظ القرآن أو حافظ القرآن أو لابس حجاب أو لابس نقاب إلى أو رب لحية ومش رب لحية، دي مش مشكلة. أنك تعطي الأمانة والمسؤولية لحد من قرايبك وهو غير كف وغير قادر، لحد من جماعتك وهو غير كف وغير قادر، أو لامرأة من 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 معارفك وهي غير قادرة وغير كفوء، كل هذا يعتبر ويوسد فيه الامر غير، يعني معناه دي علامه من علامات الساعه الصغرى، وده في كل مجال، سواء كان في الاعلام او في الادب او في الدين او في الثقافه او في الفكر او في الرياضه، في كل مجال، او في السياسه او في الحكم الى اخره الى اخره. فاذا وصل الامر الى اهل فليه، فاذا وصل الامر الى غير اهل فانتظر الساعه. ونحن نرى هذا الان من هذه الرويبضات التي تعتلي الكراسي والمناصب ولا تفقه شيء، انما وسدها امر هم ليسوا باهلا له. والامانه ثقيله على الانسان، فلا ينبغي تطلع المسؤوليه والحكم الا لمن كان وجوده داخل المسؤوليه وداخل الحكم مهما في ذلك المنصب، هيمنع فساد، هيمنع جريمه، هيمنع كذا، هيمنع كذا، هيبني كذا عنده او عندها رؤيه الى اخره الى اخره. اختلف العلماء كلهم في ماهية الأمانة، يعني إيه الأمانة بقى؟ يعني ماهية الأمانة، في بعضهم قال إنها الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد، في اللي قالوا إن هو الأمانة هي الدين كله، وفي قال إن ما أمر الإنسان به ونهي عنه، يعني اللي ربنا أمر الإنسان أن يعمله ونهى عنه، وفي قال إنها غسل الجنابه، وفي قال إنها أمانات الأموال كالودائع وغيرها، وغير ذلك من الأقوال. القرطبي قال إيه بقى في تفسير الآية الكريمة اللي هي في الأحزاب 72: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال إيه؟ والأمانة هنا تعم جميع وظائف الدين على الصحيح،
الأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور. يعني الجمهور يعني إيه؟ يعني جمهور العملاء اللي بيفهموا، اللي بيفهموا، مش بعض الناس يقول لك إيه نحن رجال وهم رجال. أنت مش رجال خالص، أنت ذكر، هم علماء وأنت لست عالم، يعني وهكذا. فقال إيه القرطبي رحمة الله عليه، الأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال وهو قول الجمهور. طيب ده بالنسبة لاختلاف العلماء في ماهية الأمانة. تعريف الأمانة بقى في الآخر نتكلم فيه عشان إيه ننهي هذه النقطة في المدخل بتاع الأمناء. كل ده ما يقول الأمناء، لا ليه بنعمل الأمناء؟ لأن دلوقتي إحنا نرى جمعيات خيرية تتحكم في عشرات أو مئات الملايين من الريالات أو الدراهم أو الدينارات أو الجنيه السترليني أو اليوروهات أو الدولارات إلى آخره إلى آخره. طبعاً ده مبالغ كبيرة كبيرة كبيرة، في نفس الوقت في عشرات الملايين أو أكثر من المتشردين والنازحين واللاجئين والفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، يحتاجوا هذه الإيه الأموال لكي أكشولي لكي إيه يتمتعوا بإنتاجات هذه المؤسسة. تعرف الأمانة النهائي هو كل أمر وكل الإنسان القيام به شرعا أو عرفا أو عادة. كل أمر، فإن كل أمر وكل الإنسان القيام به شرعا أو عرفا أو عادة فقد وجب عليه القيام به. ده الأمانة، يعني إيه كل الأمور دي كلها الواجب عليك القيام بها، يعني أنت منع القيام بها. فالصلاة أمانة، والغسل من الجنابة أمانة، وحفظ الأصل الأسرار أمانة، وتربية الأولاد أمانة، والوظيفة أمانة، حفظ الوظائع أمانة، بل النفس نفسها، نفسي أنا 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 وأعضائي أنا أنا، عيني وداني ولساني ومناخيري وإيدي ورجلي وقلبي ورئتيني. عشان اللي بيدخنني يقول لك أصل الشيشة وأصل في حاجات يعني فيري فيري هيلثي سموك، ده كلام كله فنكوش، ما قصيره يسكر قليله حرام. العين والأذن والجوارح والقلب والرئة وكل هذه الأشياء اللي بتدمر الجسم ولو على مدة طويلة جدا هي أمانة يجب أن يحفظ. فعلى الإنسان يجب أن يحفظ تلك الأعضاء من أن يستخدمها في غير ما خلقت له. شوف العلماء وسعوها إزاي. فالله الله في حفظ الأمانات ورعايتها وتأديتها على الوجه المطلوب. شوف بقى قد إحنا وسعنا مفهوم الأمانة، لأن العالم بيفهم كيف يوسع نسيج الفتوى التي يخرجها المجتمع لكي يحتوي كل مشاكل المجتمع، لكي يحتوي كل مشاكل المجتمع. نتكلم بقى، نخش في الموضوع، من هم أمناء المؤسسات الخيرية والجمعيات؟ هم في أربع نقاط أنا هتكلم عنهم كمدخل لمن هم الأمناء. أولهم هم واجهة وصورة المؤسسة اللي بتعكس إيه؟ بتعكس تميز وتمايز المؤسسة. يعني ما إيه ما نكونش إحنا لون واحد. لو كنا إحنا في بلد معين في ثقافات مختلفة وفي أديان مختلفة وفي أعراف مختلفة وفي قيم مختلفة وفي تواريخ مختلفة وفي كذا، فلابد الجمعية بتاعتي الأمناء بتوعي يمثلوا هذا النسيج المتميز المتشابك المتميز. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هو اللي بيدافعوا عن المؤسسة خاصة في غيابهم عن انهم يكونوا موجودين داخل المؤسسه نفسها، فلما يكونوا من خلال مؤسساتهم بيشتغلوا فيها او حينما يحضروا في مجالس اخرى او يمثلوا المؤسسه يدافعوا عن المؤسسه، يكونوا من المدافعين عن المؤسسه في كل مكان يكونوا موجودين فيه. هم ايضا محافظون على تطبيق الاستراتيجيات، يعني لان هم وظيفتهم بتكون وظيفه يعني واسعه فضفاضه مش تنفيذيه، يعني المحافظين على تطبيق الاستراتيجيات العمل المؤسسي للجمعيه. هم ايضا السلطه العليا داخل المؤسسه، اعلى سلطه داخل المؤسسه فوق السلطه التنفيذيه، هم يتساءلون امام الحكومه كذلك. هم الاربع نقاط دول كمدخل لمن هم امناء المؤسسات الخيريه والجمعيات الخيريه سواء عندنا احنا او في العالم كله. مين هم التنفيذيين بقى اللي هم الموظفين؟ هم القائمون على صيانه ايه مسيره بتاعت المؤسسه، يعني هم اللي بيحافظوا على ايه على تطبيق القوانين، على يعني مراجعة القوانين، على تنفيذ المشاريع، على الحاجات اللي هي بتتعمل كل يوم داخل ايه المؤسسة. القائمون على صيانة مسيرة المؤسسية داخل المؤسسة. هم يبذلون كل الجهد لرفع المعاناة، بيفكروا يشحذوا همهم وفكرهم ايه في ما هو أنسب مشروع لرفع المعاناة
عن كاهل الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام. ما هو أنجع مشروع للمياه، ما أنجع مشروع للزراعة، وهكذا. فهم يبذلون كل الجهد لرفع المعاناة عن كاهل من؟ كاهل ملاك هذه المؤسسات. المالك الأول لكل هذه المؤسسات هو الفقير والأرملة والمسكين، وليس الأمين وليس المانح وليس إيه كل هؤلاء، إنما هم الفقراء والمساكين. وهم أيضا همزة الوصل، هنا المانحين وهنا الفقراء والمساكين، هم في النص، يأخذ المال من المانحين ويحوله مثل هذا المال إلى سياسات ومشاريع وخدمات اجتماعية للفقراء والمساكين. فهم في المنتصف ما بين المانح جزاهم الله خيرا والفقراء ربنا يرفع عنهم البلاء. يبقى هم همزة الوسط ما بين المانحين والفقراء المحتاجين، وهم المحافظون على مقدرات المؤسسة، يعني عشان ما يكونش فيه إسراف، والمراعون لحقوق الفقراء والمساكين داخل دول. ده مدخل برضك في تعريف التنفيذيين عشان نعرف احنا نتكلم مع مين. في كتلتين مهمتين جدا داخل اي مؤسسه، الكتله اللي هي التشريعيه اللي هي الامناء، والكتله التنفيذيه اللي هي الموظفين الى اخره الى اخره. طيب العلاقه بين الاثنين، لابد ان تكون مبنيه على الثقه بين الطرفين. انا اذكر من تاريخي مع المؤسسه اللي كنت بترأسها منذ 12 سنة 13 سنة إدارة تسليمية، لو لم تكن هذه العلاقة بيني أنا كرئيس جهاز التنفيذي وبين الأمناء ثقة مبنية على الثقة والاطمئنان، ما استطعنا أن نبني هذه المؤسسة اللي إن شاء الله تكون خالدة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثقة 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 معناها إيه؟ معناها أعطيك صلاحية، وفي نفس الوقت سلطة. ما فيش صلاحية من غير سلطة، ما فيش سلطة من غير صلاحية، ما فيش صلاحية من غير سلطة، ما فيش سلطة من غير صلاحية. يعني أنا بدي إيه؟ أنا بدي للمدير العام وللموظفين وكل موظف في إدارته أو في مكتبه أو في مشروعه يعطى الصلاحية ويمكن، أو تعطى الصلاحية ويتمكن، وتمكن يكون عندها سلطة وصلاحية. وأحاسب الموظف كرئيس مجلس إدارة أو رئيس مجلس أمناء، وأحاسب الموظف الصغير كمدير تنفيذي أو رئيس قطاع أو رئيس إدارة بعد أن ينتهي المشروع. يعني تمكين وصلاحية وإيه تاني؟ وسلطة. تمكين وصلاحية وسلطة بناء على الثقة. وطبعا أنا بجيبهم ليه وأنا ما بثقش فيهم؟ فلابد وأنا بعين هؤلاء الموظفين يكون عنصر الثقة هو الموجود بيني كأمناء وبين الموظفين كموظفين قائمين على العمل. إيه بقى دور الأمناء داخل الجمعية؟ يعملوا ايه بقى الامناء؟ عشان بقى نمشي على المشي كده في التدريج مع بعض، ودي النقطه نمره 6 من 11 نقطه اللي احنا اتكلمنا عنها. اول حاجه يحافظوا على رساله ورؤيه القمه. احنا بنقول في رساله المؤسسه وفي رؤيه المؤسسه وفي قيم المؤسسه، يراجعوها مع المجلس التنفيذي، ما تدخلوش. يجتمعوا مع المجلس التنفيذي كل شهرين كل 3 اشهر يراجعوا تطبيق هذه الرؤيه والرساله وايه تحقيق قيم المؤسسه من خلال المشاريع الخدميه التي تقوم بها المؤسسه. دي نمره 1. نمره 2 يتابعوا تطور المؤسسه. انا بتابع الدخل، مش التطور فقط، مش دخل مادي، لا، في تطور في الاداء، في تطور في كيفيه الابداع، في تطور في تحقيق الاهداف وقياس الاثر الى اخره. يبقى متابعه التطور ونجاح او اخفاق المؤسسه كل حين ومين، يعني كل 3 اشهر كل 6 اشهر بنرجع نشوف مثل هذه الاشياء. وليست متابعه فقط في الدخل المادي، لا تنخدعوا فقط بالدخل المادي. الدخل المادي جزء من مسيره في التطور وليس التطور كله. نمرة 3 اللي هو دعم الاداره التنفيذيه. يعني انا بعينك اداره تنفيذيه، ادعمك وامكنك وأطلقك. نمرة 4 عدم التوغل في اتخاذ القرارات الإدارة التنفيذية. يعني إيه؟ ما تبقاش رئيس مجلس أمناء أو عضو مجلس أمناء إيده كده بتاكله على إنه طب دول بيعملوا إزاي؟ طب ياخدوا إزاي؟ طب لا، سيبه. أنت قلت له نفذ لي المشروع ده في برنامج في بلد معينة، سواء كان في باكستان أو في كولومبيا أو في كوستاريكا أو في جيبوتي أو في الكونغو الديمقراطية كذا، خلاص هنتابع معاك المسار بتاعه. لكن انا مش كامين بقى انزل بقى واطلع على راسه. ولو كانت المشكله بقى ايه في بعض الامناء يقول لك ده اصل انا من بنجلاديش ولا من باكستان، طب ما انا انزل بقى واسال وطقص، ولا انا من مصر
ولا انا من اليمن، وانزل بقى اشوفهم بيعملوا ايه. انت مالك، انت وظيفتك خارج مجلس الامناء، مالكش وظيفه. وظيفتك تنعقد، تكون موجوده وانت قاعد في مجلس الامناء. بعد ما ينتهي مجلس الامناء من اجتماعه، انت ليس لك وظيفه الا ان تكون انت عضو مراقب للعمل ده الى ان ينعقد مجلس الامناء مره اخرى. لا اتدخل في القرارات التنفيذيه، ان انا كعضو مجلس امناء او كرئيس مجلس امناء، ان انا ابني الثقه بين الموظفين بعضهم بعض، وبين الموظفين ومجلس الامناء. لابد تتبني الثقه دي بايه؟ بان انا كيف ابني هذه الثقه مع مجلس التنفيذ بتاعنا؟ بناء الولاء والثقه بين الموظفين المؤسسه. وكذلك احبب، يعني احنا كان في منظومه كنت انا افتكرها في التسعينيات، كان دايما كلمه على لسان بعض الموظفين الكبار من فرنسا او من بريطانيا وكذا وكذا وكذا، كان لما بيقعدوا يتكلموا مع بعض اعضاء مجلس الامناء يقول لهم ايه؟ احنا ولائنا للمؤسسه. ففي ناس مش فاهمه كلمه ولاء يعني ايه؟ الولاء لله. اي ما احنا مش مختلفين معاه، بس هنا الولاء لله سبحانه وتعالى دي ما فيش اي غبار عليها، لكن هنا انا مستأمن على مؤسسه، فلا بد يكون ولائي وانا في وظيفتي للمؤسسه بتاعتي ارضاء لله سبحانه وتعالى. بناء الولاء والثقه بين الموظفين والمؤسسه. نمره 7، التوجيه والمراقبه. يبقى انا اراقب واوجه، اراقب واوجه واقيم في اداره التنفيذ بتاعت المؤسسه. نمرة 8، أيضا القيام بالزيارات الميدانية للمشاريع لاستماع المستفيدين والعاملين، وليس تقييم الأداء وإدارة المشاريع. يبقى أنا لما أزور مكان معين في بلد معين، ما أخش بقى إيه أسأل كده، لا أنا بزور، ولو في مشكلة هرجع لمين؟ المكتب التنفيذي، أقول له في مشكلة كذا 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 كذا، أرجوك روح أنت اشتغل فيها، أنا ما أتدخلش فيها. أنا وظيفتي كعضو مجلس أمناء إن أنا أجلب موارد بشرية. فإن أنا سافرت مثلا، انا مثلا من فرنسا ولا من بلجيكا ولا هولندا، وسافرت لجيبوتي ولا سافرت بنين ولا سافرت توجو ولا سافرت اي حاجه من الفرنكفونيه دي، ولا مالي ولا سنغال، ولقيت في كفاءات عاليه جدا من الفرنكفونيين اللي بيتكلموا لغه فرنسيه، واحنا ممكن نطلع لهم عشان يروحوا يشتغلوا في مكتب رئيس فرنسا، اجي ارجع بهذه الكفاءات واعطيها لمين؟ اعطيها للمكتب التنفيذي لكي يرى كيف يستفيد من مثل هذه الكفاءات، وما اكونش انا اللي فارض عليهم مثل هذه الاشياء. وجلب الموارد البشريه والماديه للمؤسسه، فتح قنوات تواصل بينهم وبين الموظفين في مجال الاقتراحات فقط، يعني في جلسات بنجلس فيها مع الموظفين، اخذ من المقترحات بمنتهى الاريحيه واعطيها للجهاز التنفيذي. نمره 11، العمل طبعا لازم يعملوا مجلس تنفيذي، ولازم يعملوا هيكل للمؤسسه عشان كل واحد يعرف صلاحياته الى اخره. نمره 12، حمايه المؤسسه من اي فكر غير الفكر الانساني. انا دلوقتي في مؤسسه انسانيه، فكرنا انساني، مؤسسه سياسيه، فكرنا سياسي، مؤسسه دينيه، فكرنا، وهكذا. يعني كل مؤسسه، يعني الامناء دول يحموا المؤسسه من اي فكر غير الفكر الاصلي التي تعلن عنه المؤسسه نفسها. وهنتكلم دلوقتي عن مؤسسات انسانيه ومؤسسات خيريه. طيب ده بالنسبه ل اللي هم دور الامناء، 12 نقطه في دور الامناء. 12 نقطه في دور الامناء. خلاص يا شباب، خلاص. طيب بعد كده هو ايه بقى خصائص الامناء اللي احنا عايزين نجيبهم دول، اللي في بعض الناس، يعني هقول لكم انا كلمه اتقالت من 25 سنه، بس اصبروا عليها 5 دقائق. اتقالت من 25 سنه في حوار مفتوح ما بين احد مدراء المكاتب الكبرى واحد اعضاء مجلس الامناء. عشان اعين احد الامناء لابد يكون في بعض الاشياء اللي هي تعتبر اضافه للمؤسسه، منها بيكون عندهم خبرات متميزه. مش يجي اي واحد كده صاحبنا ولا جارنا ولا من جامعتنا ولا من شلتنا ولا من كذا نجيب نحطه، لا. يجب ان يكونوا عملوا في اكثر من مكان في مصر، حتى لو كان موظف، اذا كان مثلا طبيب او مهندس او كذا، ما يكونش قاعد في مكان واحد ما خرجش منه في ال 40 سنه اللي فاتت، يبقى رؤيته المؤسسيه ضيقه وضعيفه جدا على مستوى حاره او على مستوى البابل او الفقاعه اللي هو عايش فيها دي. يجب ان يكون ناجح في حياته الوظيفيه، مش يكونش فاشل. يعني معناه ايه ناجح؟ يعني انجز في حياته الوظيفيه، لان حياته اللي بياكل منها عيش، انجازات كويسه. من الافضل ان يحمل درجات علميه عليا وكذلك درجات بعد دراسات بعد الدرجه الجامعيه. دول الكلام ده يتعرف على الشباب، مين اللي كاتبه؟ الشباب اللي زيكم.
الشباب اللي في العشرينيات والثلاثينات عايزين يشوفوا الامناء اللي بيديروا المؤسسات يكون فيهم هذه الكفاءات وهذه الخبرات. يبقى يمتلك خبرات متميزه، يكونوا عملوا في اكثر من مكان في مسار الوظيفي، يجب ان يكونوا ناجحين في حياتهم الوظيفيه، من الافضل ان يحملوا درجات علميه عليا وكذلك دراسات بعد الدرجه الجامعيه، بعد الدرجه الجامعيه. يجب ان يكونوا قد تطوعوا، عايز يشتغل في مؤسسه خيريه انسانيه تطوعيه يكون هو تطوع اصلا. في مده لا تقل عن 5 سنين في اكثر من مؤسسه، في اكثر من مؤسسه. يعني يكون هو فاهم معنى التطوع ايه، فاهم معنى العمل التطوعي ايه، فاهم معنى العمل الاجتماعي والعمل الخيري ايه. يجب ان يكون التطوع في مؤسسات مختلفه وليس مؤسسه واحده، على الاقل في 4 مؤسسات مختلفه. دي طلبات الشباب، مش ده مش كلام انا، دي مش صياغتي، والله ما هي صياغتي، دي صيغه الشباب اللي هم بعتوا لي الاشياء دي من افكارهم هم. من الافضل ان يكون بين اعضاء مجلس الامناء حاملي درجات عليا. ايوه احنا عايزين ناس عندهم درجات عليا، ايوه عندهم مهنيه، ايوه عندهم حرفيه، ايوه عندهم تاريخ، ايوه عندهم الى اخره في الدراسات العليا، وخاصه اذا كنا احنا بنتكلم في العمل الانساني في التنميه الدوليه وحل النزاعات ليه حل النزاعات؟ لان احنا عايشين في عالم كله صراعات مسلحه من جهه، والجهه الاخرى اللي هي الكوارث الطبيعيه وبناء السلام او اي مساق من مساقات العمل الانسان. يعني ما يجيش واحد كده طربوش في طربوش، بطلنا لبس الطربيش، بطلنا نقعد مع الطربيش الا اذا كان الطربوش ده في داخل الطربوش بتاعه، لو داخل مخه ده في شيء جديد احنا عايزين نستفيد منه. من الافضل ان يكون بعض اعضاء مجلس الامناء حاملي درجات في الدراسات العليا والتخصصات اللي هي التنميه الدوليه، حل النزاع، أو بناء السلام او اي مساق اخر. من الافضل ان يكونوا رموز مجتمعيه. انا ممكن ليه ما جبتش رمز مجتمعي؟ معروف عند الناس، فالناس بثقتها فيه تثق فيا، او الناس بثقتها في هذه المراه تثق فيا كذلك. يبقى انا بالتالي بتكلم عن الرموز المجتمعيه اللي ممكن تكون اضافه للمؤسسه نفسها. ان يكون معروفا عنهم انهم من اصحاب ليه تاريخ في مبادرات. يعني الست دي عملت كذا وكذا 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 وكذا، الراجل ده عمل كذا وكذا 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 وكذا. انا في بعض الاخوات في الكويت بدون ذكر اسماء، يعني انا حصلت من مشروع، يعني اسمه ادفع دينارين تكسب الدارين، مبادره جميله عملوا منها يمكن 14 مدرسه في العالم كله. الانسان او الانسانه اللي عملت حاجه زي كده دي صاحبه مبادره، صاحبه فكر، صاحبه رؤيه. انا اخدها احطها في مجلس وانا استفيد منها لانها عندها همه وعزيمه ورؤيه. من الافضل يكون رموز مجتمعيه كرموا من الحكومه او من حكومات اخرى، ومن الافضل ان يكون هم اصحاب مبادرات زي ما انا قلت قبل كده. من الافضل الا، اسمعوا بقى دي خطر، ده خط احمر بقى، لاننا بنتكلم عن الخطوط الحمراء، الا يبث اتجاه سياسي معين داخل المؤسسه، لان المؤسسه دي للمجتمع كله، تحوي الجميع، ثقافات مختلفه، عرقيات مختلفه، تواريخ مختلفه، قيم مختلفة، كل هذه تخش تحت بوتقة سهر كل هؤلاء تحت الايه؟ البوتقة الإنسانية. لكن ما يجيش حد من الأمناء أو أعضاء مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الأمناء يصبغ هذه المؤسسة بصبغة سياسية معينة. نمرة واحد. نمرة 11 يكون على علم بتاريخ المؤسسة، مش جاي كده من الشارع ما يعرفش حاجة والمؤسسة مثلا بقى 40 أو 50 سنة بتشتغل. لا ما ينفعش. اقرأ عن المؤسسة. حد يعمل له اندكشن على المؤسسة، يعني ايه؟ يشرح له كيف بدأت المؤسسة، المؤسسين، الإنجازات، الإخفاقات، التحديات، الحاجات دي كلها. يكون على علم بتاريخ المؤسسة. وفي حالة الجماعة المهاجرين اللي جايين من بره دول لأوروبا أو أمريكا أو كندا إلى آخره، يكونوا ملمين بتاريخ إيه؟ بتاريخ وقيم وثقافة المجتمع اللي هم عايشين فيه. في ناس إلى الآن يا إخوانا ما بيتكلموش لغة البلد اللي هم عايشين فيها. وعايشين مثل هذه البلد بقى لهم 30 40 سنة، دي نمرة واحد. في ناس يا اخواننا ويا اخواتنا قاعدين في هذه الاماكن في ما نسميه الفقاعات الهوائيه المنعزله عن المجتمعات. طب ما تخرجوا المجتمع، مش عارفين مين اللي في الحاره اللي جنبهم، مين في الشارع اللي جنبهم، مين اللي الجار اللي جنبهم، دي نمره. فلابد ان هؤلاء الناس من الامناء ما يكونوا يعرفوا تاريخ وثقافه وقيم المجتمع اللي هم عايشين فيه. ما يكونوش كده يغنوا في اغاني تختلف عن ثقافه المجتمع اللي هم عايشين فيها. يجب ان يكون هناك تنوع بين الامناء في 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 الثقافات وحتى في الجنس نفسه. اين النساء والشباب داخل مجلس الامناء؟ فلا بد احنا واحنا بنعمل مجلس امناء نشرك غالبيه المجتمع اللي هم 70 او 80% في المجتمع اللي هم النساء
والشباب كذلك، او 60 70% منهم. يجب ان يكون الامين يعني بالنسبه للامناء المهاجرين اللي هم لم يولدوا في الغرب او في اي دوله دي، اللي هم جايين مهاجرين على اماكن اخرى، ما يكونش عنده مشكله مع البلد الام، هو كهربان كلاجئ سياسي يعمل مشكله للمؤسسه، او يكون عنده مشكله في دوله اخرى كذلك. فذلك يستقصى او يعمل يعمل بحث عن كل هؤلاء الامناء قبل ان يشركوا او يصبحوا من صناع القرار في هذه المؤسسات. نمرة 14 من خصائص الامناء، يجب ان يكون قد اعتلى هذا الامين في وظيفته بقى، يعني على الاقل يبقى مدير، يعني يصبح كي يعلم كيف يدير مجموعه من حوله. انا عايز واحد يكون اضافه ليا في الاداره، في الـ في الـ في الـ في الماليه، في الاعلام، في كذا، فهو لازم يكون مدير او هي لازم تكون مديره، تستطيع انها تدير الموقف اللي حولها. يجب ان يكون، دي بقى اللي جديده جدا وده هقولها لكم ومش عارف نطبقها ازاي صراحه يعني، لكنها نقطه من ابداعات الشباب، نقطه من ايه؟ من ابداعات الشباب. بيقول ايه بقى الشاب هنا؟ يجب ان يكون هناك اختبار لقياس ايه؟ المستوى العقلي والنفسي للامين قبل انضمامه للمؤسسه. ده معلوم المفروض نتكلم فيه مع مين؟ المفروض نتكلم فيه مع الاطباء النفسانيين. اقولها نمره 15، يجب ان يكون هناك اختبار لقياس المستوى العقلي في مؤمناء. بسم الله ما شاء الله، ف يعني طالعين خارج السرب خالص 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 خالص. انت عايش في القرن ال 25، هم عايشين في القرن ال 25 قبل الميلاد. يجب ان يكون هناك اختبار لقياس المستوى العقلي والنفسي للامين قبل انضمام المؤسسه. ده دي طبعا صعبه، لكن اصبحت يعني جزء من خصائص اختيار الامناء. نمره 16، قد يشترط في بعض الاحيان ان يكون الامناء من اصحاب المؤهلات العليا فقط عشان ما نظلمش الاخرين، ولكن عوضا عن ذلك يكونوا من اصحاب التجربه والخبرات المجتمعيه التي تؤهلهم لكي يتاهلوا لهذا المنصب من خلال ما كسبوه من ثقه المجتمع فيه. يعني ما عنديش مشكله ان يكون في بعض الامناء وما عندهمش درجه جامعيه، لكن عندهم خبره مجتمعيه عاليه جدا في مجال من المجالات لما يكتسبوها فيها. ده بالنسبه لخصائص الامناء في جمعيات خير المؤسسات. المشكله بقى فين؟ قلت لي بقى المشكله فين؟ انا ارجعك مره اخرى للكلمه اللي قالها جمال، اسمه كده جمال تركي، وهو بيقول فيها ايه؟ بيقول رجع مره ثانيه، بيقول فيها ايه الكلمه دي؟ في اغلب الاحيان يعطى الامناء الصلاحيه المطلقه، ما فيش حاجه اسمها مطلقه في العمل. انسوا، والمؤسسات دي مش ملككم. خلاص؟ نرجع بقى نشوف فين المشكله. مشكله حصلت في الحوار اللي حدث منذ اكثر من 25 سنه، منذ اكثر من 25 سنه كما قلت، 25 سنه. يعني في منتصف التسعينيات، فكان احد امناء ما يجلس هنا واحد المدراء التنفيذيين يجلس هنا، فالمدير التنفيذي بيكلم احد الامناء بيقول له طيب مين يحاسب الامناء بقى؟ قول لي بقى يا فلان يا فلان يا دكتور فلان فلان يا حاجه كده. قال له احنا اللي حاسبنا ربنا. ده فكرني بمين؟ فكرني بممثل سكر اسمه عبد الفتاح الاسري، حتى بقول لكم الاسري، مش لا بالكاف ولا بالقاف ولا بالعين ولا باي حاجه. الاسري كده وهو ممخمخ وضرب له اتنين قرصين حشيش كده وبتاع ده. قال له ايه؟ قال له ربنا يحاسبنا احنا. محدش يحاسبنا الا ربنا. يعني اصبح ليه صلاحيه مطلقه بينه وبين ربنا، ما فيش حجاب. يعمل في المؤسسه زي ما هو عايز. رد عليه الشاب ده وقال له ايه؟ قال له طب الله، طب مين اللي حاسبنا احنا بقى كتنفيذي؟ قال له احنا اللي نحاسبك. طب ليه ما تخليش ربنا يحاسبنا انا كمان؟ اشمعنى ربنا يحاسبك انت وما يحاسبنيش انا؟ مش يبقى ايه؟ نوزن الميزانيه صح؟ يعني شفتوا العقليه اللي من 25 سنه كانت تؤطر لمثل هذا العمل، بتقول ايه؟ احنا فوق انتوا تحت، وده مرفوض مرفوض مرفوض. تبدأ المشكلة بتاع هذا السؤال من 25 سنة. من يحاسب الأمناء؟ فقال أحدهم الله. فسأل الآخر ومن يحاسب التنفيذيين؟ قال الأمناء. فرد عليه وقال له إيه؟ قال له طب ما إحنا برضك حاسبنا ربنا. أنا هقول لربنا حاسبني يا ربنا، لازم تحاسب الأمناء.
من هنا يأتي الخلل في المحاسبية، لأن لابد من أن يوجد مستوى للمحاسبية لكل مستوى في داخل المؤسسة من الأمناء إلى عمال النظافة. المحاسبية دي تكون طالعة نازلة طالعة نازلة طالعة نازلة، والحراس ولا أحد فوق المحاسبية أو أحد فوق المحاسبة أو أحد فوق الشفافية. خلاص؟ كلنا محاسبون في الدنيا وفي الآخرة. ما هي بقى المشاكل اللي بتواجهنا أو التي نواجهها في داخل المجالس العليا؟ دي نمرة 9، خاصة مجلس الأمناء. إيه بقى المشاكل اللي قدامنا؟ أنا هقول مشاكل يمكن أنا قلتها في محاضرات كتيرة جدا من زمان، يمكن أنتوا هتتعبوا مني وأنتوا بتسمعوا الكلام ده للمرة الأولى والتانية والخامسة والعشرة، بس إيه، فذكر في إن الذكرى تنفع المؤمنين وأنتم من المؤمنين بالعمل الخيري، وإن كنتم لستم على الدين الإسلامي إلى آخره. فالإيمان هنا هو الإيمان بالعمل الخيري والإيمان المجتمع، وهذا يختلف عن الإيمان بالدين نفسه. في كثير من الأحيان وكثير من المؤسسات نجد التالي بقى، إيه بقى المشاكل اللي عندنا بقى؟ يلا يا شباب معايا. أول حاجة الشفافية مش موجودة. عدم وجود الشفافية في اختيار الأمناء وكذلك التوظيف الموظفين. هات فلان وهات فلان وودي فلان وارجع فلان. دي نمرة واحد. نمرة اتنين عدم اتباع في سياسات احنا عملناها وصرفنا عليها عشرات الآلاف من الدولارات والريالات والدنانير إلى آخره، لكن ما بنتبعهاش. عندنا استراتيجية كده يا شباب، بصوا كده أنا جايبها أهي، هجيب أهي، أيوه بصوا أهي، الله، شفت البتاعة دي؟ شفت البتاعة دي كده؟ أهي شايفين كده؟ ده الاستراتيجية بتاعتنا. موجودة. طب أنت بتنفذها؟ لا. دي السياسات بتاعتنا، أنت بتنفذها؟ لا. فأنا عملت استراتيجيات وسياسات لا أنفذ منها شيء ولا أعرف عنها شيء. عدم اتباع السياسات والاستراتيجيات قالت لابد أن تكون مرجعية لكل الموظفين والأمناء. لما ثلاثة عدم الانفتاح على المجتمع، احنا مغلقين عشان خايفين حد يخش ياخد ايه سلطتنا مننا. يعني زي بالظبط زي المكيين القرشيين اللي هم يعني خافوا على سلطتهم التنفيذية في المجتمع، ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاب لهم حاجة اسمها ربنا، هتنزع منهم السلطة الإدارية والتنفيذية والوجاهة داخل المجتمع. محمد بقى نبي، طب احنا ما فيش مننا نبي، محمد بقى رسول، احنا ما فيش مننا رسول، محمد عنده قرآن، ما عندناش قرآن. فلذلك هم الخوف من انتزاع السلطة دي كلها، عدم الانفتاح على المجتمع للاستفادة من طاقات مين؟ أبناء المختلفة. واعلم واعلمي واعلم واعلمي واعلم واعلمي إن المؤسسة دي هي ملك المجتمع وليس ملك لأحد إلا المجتمع نفسه. في حاجة هنا غلط يا علي، في شريحة اللي هي نمرة 19 دي مش موجودة، اللي فيها 4، عدم الانفتاح على المجتمع للاستفادة من الطاقات زي ما أنا قلت لك، غيرها مش موجودة. عدم، أنا هحاول أجيبها دلوقتي، التوظيف والتعيين الانتقائي. يبقى إحنا قلنا في الشريحة اللي فاتت آخر واحدة عدم الانفتاح على المجتمع للاستفادة من الطاقات بأبناء المختلفة. نمرة 4 اللي هي التوظيف والتعيين الانتقائي. أنا بقى مزاجي إن أنا إيه الشاب ده عينه أو الشابة دي عينها بناء على فكره وفكري، عشرته وعشرتي، قبلته وقبلتي، مرجعيته الدينية ومرجعيتي الدينية، مذهبه ومذهبي، عيلته وعيلتي إلى آخره. الانتقائية في التعيين والتوظيف دي نمرة 4 من المشاكل وما زالت بتقوي تواجهنا إلى يومنا هذا. المكوث التأبيد الأمناء في مراكزهم وعدم التغيير والإحلال. يعني الإيمان أعد لك أمين، أنا أعرف والله بقعد بغني الأغنية دي بقالي 20 سنة على الأقل، إن بعض الأمناء أنا شفتهم من 20 سنة هم نفسهم موجودين من 20 سنة وقبلها ب 10 سنين. المكوث التأبيد الأمناء في مراكزهم وعدم التغيير والإحلال، عدم وجود سياسة، عدم إشراك المرأة والشباب في هذه المجالس، الخوف الغير واقعي، الناس خايفة هياخدوا المؤسسة مننا، هياخدوها مننا، شايفين دول جايين بفكر جديد، ده جاي هيجيب لك فلانة وفلان عشان تخطفوا المؤسسة، واحنا الوحيدين اللي احنا نقدر نحافظ على المؤسسة ومقدراتها وقيمها ايه ده؟ طب انت مت، ما ربيتش حد، ما عملتش احلال وتغيير، ما عملتش نظام، هتضيع المؤسسة. الخوف الغير واقعي على المؤسسة بمعنى انه لا يرى هذا الامين مصادر الخطر
الا هم فقط اللي يشيلوا في الخطر فين؟ والصحه فين؟ والصواب فين؟ هم فقط المدافعون الوحيدين عن المؤسسه. خطر 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 خطر. لما 8 تهميش التنفيذيين، قال لا ده موظف يا عم، انا بدفع لك مرتبك، اسكت ما تتكلمش. يبقى الموظف كده قاعد كانه سكرتير وهو مدير تنفيذي، وذليل ومش قادر يتكلم عشان خايف على وظيفته، واول ما تجيله فرصه يسيب المؤسسه ويمشي، او تسيب المؤسسه وتمشي. تهميش دور التنفيذيين وتقليل صلاحياتهم وتدخل في العمل التنفيذي. وقاعد لك انا بقى كل يوم، انا هاجي لك، ما انا اصلا متحال على المعاش ماليش حاجه اعملها وكذا، وكل يوم طب اعمل لنا اوضه عشان نقعد فيها. انا كنت في مؤسسه من المؤسسات في لندن، في اوضه للامناء يقعدوا فيها، وكانها يعني فرض عين على المؤسسه ان كل يوم يجي امين يقعد هناك. طب بتعمل ايه يا اخويا؟ جاي تعمل ايه عندنا؟ جاي تعمل ايه عندنا؟ دي حاجه. تهميش دول التنفيذيين وتقليل صلاحياتهم والتدخل في العمل التنفيذي اليومي لما تسعى لاستفاده بعض، دي خطيره خطيره خطيره، استفاده بعض الامناء من اموال المؤسسه مقدره النص. انا كنت اعرف وما زلت اعرف مؤسسه في بلد ما، اعضاء مجلس الامناء او الاداره كلهم عيله واحده، وما هياش فاونديشن، هي مؤسسه عامه. كانوا بيجوا معانا للخليج يجمعوا تبرعات باسم المؤسسه اللي هي الاب هو رئيس المجلس والابن كذا والبنت كذا. طب وده دي مؤسسه مش بتاعتك، بتاعت المجتمع. الاستفاده من اموال المؤسسه حصله، والله حصله، والله العظيم ثلاثة حصله، اقسم بالله العظيم حصله، ومقدرات المؤسسه في اماكن مختلفه في العالم. شفت قد ايه ده حرام؟ دي من الايه؟ من الحرمانيات ومن الكبائر. يبقى التوظيف والتعيين الانتقائي على الفكر والعشيره والقبيله والمرجعيه الدينيه والمذهبيه والعائليه الى اخره، المكوث التأبيد للامناء في مراكزهم، وعدم التغيير والاحلال، عدم اشتراك المرأة والشباب في هذه المجالس. نمرة 7، الخوف الغير واقعي على المؤسسة، بمعنى لا يرى مصادر الخطر إلا هم والمدافعون الوحيدون عن المؤسسة. نمرة 8، تهميش الدور التنفيذيين وتقليل صلاحياتهم والتدخل في العمل التنفيذي. نمرة 9، استفادة بعض الأمناء من أموال المؤسسة ومخدرات المؤسسة. نرجع مرة ثانية ل نفس اللي هو المشاكل اللي نواجهها ده حاليا. مشكلة نمرة 10 اللي هي عدم إلمام الأمناء بإيه اللي يخلي الواحد تعبان. يعني العمل السوري في تركيا يخش في النقطة دي، عدم إلمام المجتمعات الأمناء بواقع المجتمعات التي تعيش فيها مؤسستهم. جايين إحنا مهاجرين وجايين لاجئين وجايين موجودين هناك منغلقين على نفسنا، حتى مش عارفين المجتمع التركي المسلم اللي هو زينا ومحتضننا بيعمل ايه او ثقافته ايه الى اخره، وانعزلنا. وده بيجعل الحكومات وغيرها تكون واخده موقف مننا. ده بقى مش بس في تركيا مع الجماعه السوريين، لا ده في كل حته في العالم، حتى هنا في اوروبا. هنا في اوروبا عدم المام الامناء، ها في زي ما انا قلت قبل كده، يعني المجتمع اللي عايشين فيه هو في ايه؟ ليه المؤسسات بتعمل كده؟ انا جاي من مجتمع ليه ثقافه مختلفه. والله ثلاثه يا شباب، المجتمع بتاعي اللي انا جاي منه تغير 180 درجه من حين تركته، ولو رجعت له مره اخرى مش هقدر اتعامل معاه، لان خطا خطوات مختلفه عما كنت اراه وانا عايش فيه من 30 سنه. وآتي هنا لمجتمعات أخرى أريد أن أطبق فيها ما كنت أطبقه في المجتمع من 20-30 سنة. شوف العقلية. لذلك نرجع للنقطة دي ونقول إيه؟ نقول إحنا عايزين نعمل كشف على عقلية الأمناء قبل أن يعينوا أمناء، زي ما اقترحوا بعض الشباب الموجودين عندنا. نمرة 11، السطحية والتقليدية في التفكير للأمناء. طبعًا يعني لو ما كانش المعايير أو الخصائص اللي حطيناها فيها هيعملوا كده. نمرة 12، عدم إدراك الأمناء بقوانين الدولة اللي احنا بنعمل فيها. يعني بتعمل فيها الجمعية سواء كانت هذه في المكتب الرئيسي أو في المكاتب الأخرى في الميدان. نمرة 12، الزج بالمؤسسة في مبادرات غير مدروسة وحتى لو كانت إنسانية. أنا أعرف في أحد المؤسسات طلع رئيس المؤسسة كده صحي من النوم ولقى إن في مشروع كبير باسم رئيس دولة مرموق على مستوى العالم وما فيش فلوس ليه، وقال كلمة 10 مليون او 5 مليون او 15 مليون غير ما يستغرب.
لمكتب تنفيذي والأمناء، وانطلقت الكلمة دي في مؤتمر عام، فانبطحت المؤسسة بجميع مكاتبها عشان تجمع هذا المبلغ عشان إيه تلتزم بمثل هذا التعهد. زج المؤسسة في مبادرات غير مدروسة وإن كانت إنسانية، لكن مش مدروسة، ما هياش في الاستراتيجية، ما هياش في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الأهداف بتاعتنا اللي موجودة، ما هياش في ميزانياتنا حتى. فدي المشاكل اللي احنا بنواجهها في داخل المؤسسات. مين بقى يحاسب الأمناء؟ والأمناء قالوا ربنا يحاسبنا. فكان انت المقولة اللي اتقالت من 25 سنة ما بين أحد الأمناء وبعد المدير التنفيذي، قال لك ربنا يحاسبنا. أنا بقول لك بقى، مش عاوز نمشي بكلمة، نحن نقول كلنا يعني نقول أن المواطن في أي مجتمع من حقه أن يحاسب الأمين ويحاسب المدير التنفيذي، لأن هذا مال عام، هذا مال فقراء ومساكين، لابد أن نعامل فيه كما يعامل عمر الخطاب مال الفقراء والمساكين. يبقى المواطن يحاسبك، من أين لك هذا؟ لما طلع عمر رضي الله عنه ولبس جلبية، كانت جلبيتين أو رداء رداءين، فقال له نحن كل واحد فينا خد رداء وانت خدت اثنين يا عمر، يعني انت أطول مننا، من أين لك هذين الجلبابين؟ فخلى ابنه على الملأ يرد عليه عبد الله يقول له أنا يعني أهديت ردائي لأبي. أيوة، من حق المواطن يحاسبك، أنت لست فوق القانون ولست فوق الشبهة ولست فوق أي حاجة ولست عندك أي صلاحية مطلقة. يحاسبك أيضا الفقير المسكين، ده ماله الفقير والمسكين، يرى أنه يعيش شرف العيش في خيمة. يعني نرى النساء السوريات اللي هم كانوا عايشين في مجتمع محافظ منذ 10 سنين، ها، وكان للمرأة حرمة وللفتاة حرمة وللبيت حرمة وللأسرة حرمة، والآن ما فيش حرمة لأي حرمة، وانت قاعد بتصرف الأموال بالطريقة دي. أنا كلاجئ، أنا كنازح، أنا كأيتام، أنا كيتيم، أنا كأرملة، أو من حق أن أنا أحاسبك، لأن ده مالي 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 مالي. من حق الموظف داخل المؤسسة أن يحاسب الأمين ويحاسب رئيس مجلس الأمرة الأمنة، زي ما الشباب، زي ما الرجل هذا أوقف عمر رضي الله عنه في المسجد، ها، وزي ما المرأة قالت لعمر يعني إيه يعني لا تتحدث في المهور، وقفته انت مالك انت يا عمر، وان اتيتم احتوانا قنطارا، وانت تقول ما تاخدوش صدق امراه ويعني ولم يصدق عمر في هذا القول، وقفته وغيرهم وغيرهم وغيرهم. ولما جاء ابو بكر رضي الله عنه وعين خليفه او امير على المؤمنين، قال يعني انكم تعينوني بارائكم الى، مش فاكر بس النص بتاع القول بتاع سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. يبقى ده الموظف لابد يكون آمن وهو بيقول للأمين أنت غلطان، مش لما يقول الكلمة دي يقوم الأمين قايل للأمناء بتاع شغب ارفضوه من عندنا مش عايزينه. واخدين بالكم؟ المانحين يحاسبوك لما يدوك أموالهم، سواء كان مانح دفع 5 ريال أو 10 ريال أو 50 ريال أو دفع 1,000,000 ريال، القيمة ملاش ايه دعوة بالمسألة. المؤسسات التانية الأخرى، في مؤسسة لقيتك ان انت في مكان انا كنت في مكان معين في موزمبيق من سنتين تقريبا، لما كان حصل هناك اللي هو الإعصار ده، وفي ناس يعني شاب مات وبالك حصل حادثة الى اخره، ويقال ان كان معاه كميه من الكاش الكبيره، والكميه دي راحت اختفت. مين يحاسب المؤسسه على انك تحمل كميه من المال زي كده هو، ها، وانت في عربه ضاعت الاموال؟ مين يحاسبك؟ الموظف لو اتكلم ممكن تفقد وظيفته. الموظفين عاملين في المؤسسات ان امنوا على مستقبل وظائفهم. المانحين، المؤسسات الأخرى المثيلة، الوزارة اللي ادتك التصريح والهيئة اللي ادتك التصريح، زي ما هنا المفوضية العليا للعمل التوعي، أو في قطر في مفوضية، أو في حاليا في وزارات، في بعض الوزارات في الكويت، في مصر، في كل الدول المختلفة دي، اللي هي المؤسسات الوزارات أو الهيئة الحكومية المخولة بإعطاء التصريح ورقابة أداء المؤسسات والجمعيات الخيرية،
بعض المسؤولين في وزارات اخرى، مثلا في وزارات الماليه، في الجهاز المالي للدوله، المحاسبات، في الادارات الامنيه اللي بتتكلم عن الامن في بعض الاماكن، وانت رحت فين وجيت منين، في المؤسسات الاستخباراتيه اللي ممكن تحاسبك. ليه؟ لانها شايفه وبتسمع، بيجيلها تقارير مختلفه عن المؤسسات الاخرى، والامين راح هنا فين. وده حصل كتير جدا، خاصه في المناطق اللي فيها صراعات مسلحه او فيها جماعات مسموحه او فيها جماعات ارهابيه. لو انت عندك في مؤسستك في جمعيه عموميه، هي اللي هتحاسب المجلس الاداره. لو كان ده جزء من الهيكل الاداري او الهيكل اللي هو اللي بنسميه هو الهيكل البنائي للمؤسسه. اي حد في الاكاديميه، لان الاكاديميين قراء ملمين بما يحدث في العالم اكثر من ان احنا كتنفيذيين. الاعلاميين انهم اصحاب تواصل مجتمعي مع كافه الدوائر المجتمعيه، النقابيين اصحاب النقابات، الاتحادات العماليه وغيرها، النيابيين اللي هم في البرلمان، الحقوقيين اللي هم المحاميين الى اخره، كل هؤلاء والشخصيات العامه. ليه؟ لان انت مؤسسه مال عام. الجمعية الخيرية هي مؤسسة مال عام، فيسائلها وينصحها كل مواطن دفع قرشا أو فلسا أو درهما في المؤسسة، حتى ولو لم يدفع. حتى السفارات الأجنبية والمؤسسات الدولية من حقها أنها تسائل وتستفسر، لأنها في يوم من الأيام أعطت أو هتعطي، في يوم من الايام رأيت في دوله اخرى ماذا يحدث من هؤلاء الامناء او غيرهم، لما شفنا في القضيه السوريه والقضيه اليمنيه وفي قضايا اخرى في اماكن مختلفه. دي احنا اتكلمنا عليها لان دي شريحه موجوده غلط. ايه الحل بقى؟ احنا قعدنا نتكلم معاكم، انا مش عارف اتكلمت قد ايه دلوقتي الله اعلم، لكن قعدنا نتكلم معاكم الفتره دي كلها واحنا بنقول ايه الحل بقى يا شباب. طب اتكلمنا في كل المشاكل وكذا وكذا، تعالوا بقى على الحل. مفيش مشكله الا بنحاول نجد لها حل. ايه الحل؟ اول حاجه في الحل هذا هو اتباع المعايير الانسانيه والقوانين الممنهجه والممنهجه للحوكمه الرشيده. قوانين ممنهجه وممنهجه، مش عشوائيات انفعاليه. اتباع المعايير الانسانيه والقوانين الممنهجة للحكامة الرشيدة، خاصة الشفافية والمحاسبية والمساءلة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، وضع هيكل تنفيذي. اسمعوني في هذه الكلمة ودي مهمة جدا 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 جدا. واضح المعالم لكل قسم وإدارة وقطاع. واضح المعالم بكل قسم وإدارة وقطاع، مع إعطاء وصف وظيفي لكل من هذه الأقسام والإدارات والقطاعات. يبقى في وصف وظيفي، في هيكل إداري، وفي صلاحيات، صلاحيات وإيه تاني؟ وسلطات. وإعطاء بقى دي اللي أخطر منها، إعطاء صلاحية الإنفاق لكل قسم أو إدارة أو قطاع وفق الخطة السنوية الموافق عليها. يعني معناه إيه؟ أنا عندي هيكل، في الهيكل دي في مشاريع هتنفذ وفي ميزانيات هتنفق. كل رئيس قسم او مدير اداره او مدير قطاع عنده ميزانيه لقطاعي او قسمه او ادارته، وعنده صلاحيه وعنده سلطه او عندها سلطه تنفذ مثل هذه او تنفق مثل هذه الاموال وفق الميزانيه والخطه الموضوعه، مش وفق ان كل شويه الرئيس هو اللي يديك. الرئيس هو اللي يديك، ده اسمها تبعيه التبع، تبعيه التبع اللي هم الذين لا ظل لهم ولا اثر لهم ولا تاثير لهم في المجتمع. اقولها مره ثانيه، وضع هيكل تنفيذي واضح المعالم لكل قسم وقطاع واداره، مع اعطاء وصف وظيفي لكل من هذه الاقسام والادارات والقطاعات، واعطاء صلاحيه الانفاق لكل قسم، يعني رئيس القسم أو إدارة، يعني مدير الإدارة أو قطاع، يعني مدير القطاع، وفق الخطة السنوية الموافق عليها. مش كل شوية المدير التنفيذي هو اللي يمضي أو رئيس المؤسسة هو اللي يمضي. ده شغل فناكيش. شغل إيه؟ فناكيش. واللي مش عارف فناكيش معناها إيه، يروح يتفرج على فيلم عادل إمام
بتاع الفنكوش. لما ثلاثة، اعتماد الخطة والميزانية السنوية، في خطة وفي ميزانية كل سنة بتعتمد، وفي استراتيجية بتتعمل كل سنتين أو كل 3 سنين أو كل 5 سنين على حسب ما احنا عايزينها بننفذها. يبقى كل برامجنا ومشاريعنا من خلال الاستراتيجية ومن خلال الخطة السنوية. خلاص؟ ممكن نسيب بند اسمه الطوارئ أو المستجدات، ده يكون بند نتفق على سياسة كيف تصرف الأموال فيه، لكن ما يكونش ده القاعدة والباقي استثناءات. نمرة 4، إعطاء الصلاحيات الكاملة للتنفيذيين وتمكينهم وعدم التدخل في الشؤون التنفيذية إلا إذا حدث خلل. لما يحدث خلل نتدخل، لكن ما حصلش خلل توكلوا على الله. نمرة 5، وضع السياسة لاختيار وتجديد الأمناء اللي هو التتابع الإحلال وتعيين الأكفاء من الموظفين. نمرة 6، بناء الإدارات المالية الداخلية. أخطر حاجة في أي مؤسسة هي عدم وجود جهاز مالي قوي يراقب الـ 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 الإنفاق والجلب. أسهل حاجة نجمع المال، أصعب حاجة نصرف المال. نمرة 7، إحداث منظومة للتطوع داخل المؤسسة وبناء القدرات، مين؟ القدرات البشرية داخل المؤسسة، وتنمية بناء الموارد البشرية داخل المؤسسة. يبقى منظومة التطوع، بناء قدرات، وتنمية الموارد البشرية داخل المؤسسة. نمرة 8، الالتزام باتباع القوانين اللي وضعتها الدولة. يعني في قوانين للدولة وفي استراتيجيات وسياسات المؤسسة. الالتزام باتباع القوانين التي وضعتها الدولة لعمل المؤسسات الإنسانية والاجتماعية والخيرية داخل هذه الدولة. هنخرج على القانون هنحاسب، هنغلق، هنفضح، هتصدر أموالنا. لما تسعى الاستثمار في بناء ايه تاني؟ قدرات المتطوعين من الشباب الموظفين. مرة أخرى يعني كلام بناء قدرات مع المتطوعين أو مع الموظفين نفسهم. نمرة 10، اعتماد البحث العلمي. ما يبقاش كل مشاريعنا رؤية رأناها في المنام. اعتماد البحث العلمي قاعدة للحفاظ على مسيرة المؤسسة، والبحث العلمي بيكلف. يبقى بالتالي في ميزانية تودع في إنفاق المؤسسات بناء على إيه؟ إن نعمل بحث علمي السنة دي 5% أو 3% أو 4% أو 6% 7% من المؤسسة، من ميزانية المؤسسة الإنفاق السنوي. يبقى اعتماد البحث العلمي قاعدة للحفاظ على مسيرة المؤسسة، الاستثمار في بناء الوقف المؤسسي الذي يحافظ على استدامة عمل المؤسسة. أنا أفكر في 20 سنة قادمة أو 30 سنة قادمة، إن أنا في 20-30 سنة دول إن أنا أجعل كل المصاريف الإدارية تستخلص من العائد المادي للأوقاف لهذه المؤسسة. يبقى هنا أصلاً نقول في كل درهم أو كل ريال أو كل فلس أو كل سنتيم هو بينفق 100% على اليتيم والأرمار المسكين، لأن أنا كل المصاريف الإدارية عندي أوقاف بنتها في خلال 20-30 سنة تستطيع هي نفسها تدفع مصاريف إدارية، وبعد ذلك تعمل مشاريع منها. نمرة 12، اعتماد مبدأ التواصل والتشبيك وبناء الشراكات وقاعدة لحماية المؤسسة وخفض الإنفاق. كل هذه الأشياء هي أشياء إصلاحية، أشياء إصلاحية، أشياء إصلاحية. يعني فيها 12 نقطة أو 12 نقطة للحل. وفي قبل كده 10 نقط لمن يحاسب الأمناء، وفي قبل كده 13 نقطة في ما هي المشاكل وفي المشكلة احنا عرفناها طبعا، وفي خصائص الأمناء فيهم 16 نقطة وفيهم يعني وهكذا. فكل هذه الأشياء بنتكلم عنها احنا وهي اجتهادات مننا، وأنا بشكر كل الشباب اللي ساعدوني وضع هذه المقولة أو المحاضرة أو اللقاء بيني وبينكم النهاردة. وأتمنى إن شاء الله أن احنا نتواصل مع بعض سواء في الأسئلة أو في الاقتراحات أو في كذا أو في كذا، وممكن أنتم تتواصلوا معي عن طريق السوشيال ميديا العلامات بتاعتهم اللي هي سواء كان اليوتيوب أو الفيسبوك أو التويتر أو الانستجرام زي ما أنتم شايفين معايا. وطبعا أشكركم جزيل الشكر، وغدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله الساعة 6 مساء بتوقيت لندن، 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، هتكون نفس المحاضرة بس بلغة زي تمورو إن شاء الله، فوليفت التمورو.
will be the same talk, but who same talk will be at 6 o'clock UK time, 9 o'clock Mecca time. Well, thank you very much, and thank you very much. May Allah bless you. Jazakum Allah khair, wherever you are, whenever you are. وجزاكم الله خير حينما كنتم وأينما كنتم وكيفما كنتم في كل مكان وفي كل زمان بغض النظر عن الدين والعرق والخلفية الثقافية والجندرية إلى آخره.